بسم الله. موضوعنا اليوم clinical note of the pelvis and perineum, ونبدأها بالclinical note of the pelvis. أول حاجة بنتكلم عنها بالclinical note هي حاجة اسمها rectal prolapse أو حاجة اسمها uterine prolapse. كلمة prolapse أصلاً كلمة prolapse تعني إن الأورجان طالع من مكانه. هذه كلمة prolapse. لو بديتها بالrectum شوفوا معاي. هذا الركتم ممكن ينقلب قلب ويطلع لبرا فاسمها ركتال برولابس, او ليترس ينقلب ويطلع على برا فاسمها يوتراين برولابس. فكلمه ركتال برولابس, كلمه يوتراين برولابس هي كلمه تنقال على اكثر من اورجان. فكلمه برولابس يعني انه هو حاجه طلعت من مكانها. تشبيه بسيط ديما, اليوترس هو لو انقلب بالعكس يعني الفندس بتاع اليوترس طلعت من فاجينا هذا اسمها يوتراين برولابس, ولو كملت الطريق تطلع حتى الفاجينا فاسمها فاجينا برولابس. تشبيهها بالضبط كأنك دخلت يدك لشخشير شديت نهاية الشخشير وجبتها هيك بالعكس قلبتها يعني. هذا اللي يصير ان الأورجان ينقلب بالكامل. ليش؟ تلقى فيميل اولد فيميل كبيرة في السن هلبة ومالتي بارا جايبة هلبة صغار جهاز طبيعي, فالبنفك وور من لوطة ممكن يصير له ويكنس ويصير انه معاش يتحكم في الأورجان. هذه اسمها يوتراين برولابس, vaginal prolapse and rectal prolapse. موضوع أعطيكم أول clinical note عندكم هي حاجة اسمها rectal prolapse. تقرأها معي مرة واحدة صفحة 32. rectal prolapse كاب هو كاتب عنها downward displacement of rectum, إن الرقم يطلع through anus من anus, يا أما يكون partial يا أما يكون complete. ترى عطف شوية كل عارفين إن الرقم هو lined by mucosa. هل تعلم ان الميكوزا هذه بس هي الميكوزا بس مرة تطلع براك؟ لو طلعت الميكوزا برا اسمها بارشل, لو انقلب الركتم قلبه كاملة شو اسمها كومبليت برولابس. غالبا البارشل يصير مع الصغار اكثر شيء. عيل عنده اسهال مزمن اسهال 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 يطلع شنو؟ يطلع الميكوزا بس, لكن الجو كله يطلع مع بعض غالبا في الكبار العزايز بالذات. هذا البرولابس بيني وبينكم هيك لما تطلع ميكوزا بس نعالجه سبب وتمت العيل يعني شو تعالج لسهال تم الامور بروحها بروحها. اما الكومبليت برولابس لما ينزل بالكامل هذا غالبا يبي عمليه يصير في العزايز كله. ففي بارشل وفي كومبليت تايب. البرولابس بصفه عامه موضوع ما هوش كومن لدرجه انه هو كذا, لكن هل بيتلخبطوا بينه وبين البواسير؟ لما تطلع الميكوزا يحسبوها ان هي بواسير, هذه هي قصه الموضوع. فكاتب عنا إن هو downward displacement of rectum من الأنس, يا أما partial ميكوزا بس أو complete كل التكنس. سببها غالباً في childbirth ولادك أو poor muscle tone. أيضاً كتب عنوان تاني اسمه uterine and vaginal prolapse. قال لك هو downward displacement نفس الشيء اليوترس والفاجينا مع بعض وغالباً يصيروا مع بعضهم أو الفاجينا بروحها. بعدين عفوا شوي هنا خليكم معي. شفتوا الرسمة دي رسمها تو هذه. البلادر مرات تنتفخ وتاخذ راحتها ويصيرها ساقن ترتخى هكي, فشن دي تضغط على منه على الفجاني. فلما تجي تشوف من هنا تلقى فيه انتفاخة من منه من البلادر ولا فاسمها سيستوسيل كيس من البلادر. او العكس الركتال امبولا تضغط على الفجاينة وتولي الفجاينة فيها انتفاخة, الانتفاخة من الركتم ولا فاسمها ركتوسيل او بروكتوسيل. اذا زي ما عرفت عندكم السيستوسيل هو bulging of the anterior vaginal wall نتيجة للساجنج of the bladder, أما ركتوسيل هو bulging of the posterior wall نتيجة للساجنج of the rectal umbrella. ماشي. من الكلية كانت اللي شرحتها قبل أيامات الكورس إن مرات الفيميل يصير لها abscess في الركتو في الدوغلاس باوش اللي هي ركتو فاجينال أو ركتو يوتراين باوش. الباوش هذه هي most dependent area في الفيميل, وبالتالي الفيميل يصير لها التهابات أو تجمع لها مادة. هذه المادة تنزل في الدوغلاس باوش. فشو بيصير؟ الطبيب بيحولها بدل ما يفتح بطن المريض هيك بونطوات وفتحة المريضة وعملية كبيرة باش يتحول شوية بص, ممكن يخش بيبرة, الليبرة تخش في الفاجينا تخش في البستيريال فورنكس تشبط البص أو الدم الموجود. هاي اسمها العملية كالدوسنتيسيس. فالكالدوسنتيسيس هي عملية سحب اسبيريشن من البستيريال فورنكس في الفاجينا ولا؟ شين سبب بتقول لي ليش صار التهاب؟ مرات الطبيب هو اللي غلط. ياتروجينيك تلقى كيف ترى عيل صارت له ابورشن اجهاض والاجهاض ما كانش كامل زي ما شرحنا. فالطبيب بيخش بحال زي الكشك الطويلك يخش ويقعد يكشط ويطلع
بيوسع اسمها dilatation كرتاج يكشط DNC يخش مرة يكشط يطلع يخش مرة يكشط يطلع مرة من الخشات يخش غلط وين بيصير fornix بيصير perforation بيصير التهاب مرة في المعارض ما إن اللي خاش بأدوات معقمة هو الأكثر خطورة إن مرات تكون في ميل عندها بيبي مش رغباتها فتبي تدير عملية إجهاض إسقاط هذه العملية اسمها abortion مرات الابورشن بتخش بحاجه طبعا لان استرايل الفيميل طبعا بالضبط ان هي عباره عن انجل كم انجل 90 درجه وبعدين 170 ولا فمرات بتخش بحاجه وتخش بالستيري فورنكس فلو خشت في حاجه نان استرايل بتخش البريتونيوم بتدير التهاب فيتال مميت غالبا هذه قصه حاطه في عنوان اسمها كالدوسنتيسس قال لك كالدوسنتيسس هو عباره عن باسج اوف نيدل في البوستيريور فورنكس في الفاجينا باش يدير درينج الابسس باش طلع الابسس It also may drain blood. ممكن طلع حتى blood داخل البيتوري كامل فما باوش دبلت باوش برافو عليك في عنوان اسمه perforation of the posterior vaginal fornix شنو هي perforation قلنا عليها توا It may be caused by ممكن سببها iatrogenic يعني سبب طبي خطأ طبي during operation أثناء عملية اسمها dilatation and curettage اللي هي توسيع وكشر أو attempt هي تكون محاولة of abortion محاولة إجهاض عن طريق non-sterile instrument أداة غير معقمة which may be fatal ممكن تكون مميتة لسبب شنو يا أولاد بريتورايز إذن أول عنوان في clinical note من جديد هو rectal prolapse إن rectum يطلع من مكانه ولا أو uterine vaginal prolapse أو البلدر ضاغطة على الفجاني شو اسمها cystocene أو الركتم على الفجاني شو اسمها rectocene أو إنك تخش الشيبر تشبه حاجات شو اسمها calcosynthesis أو إنه يصير perforation fornix هي حاجة اسمها بنتك في مثل جديد عفوا شوية يلادي يا بنات فهي واليترس جنبها فاشي هيك جنبها فاشي والفجاينة جنبها فاشي عادية اسمها باراميتريوم باراميتريوم مرات بعض الفيميل يعانوا من التهابات مزمنة واللي عندها ديما عندها وجع في الحوض وجع 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 يلقى سبب ان الباراميتريوم هذا صار فيه التهاب مزمن في البداية هو بداية اكيوت يعني التهاب حاد انقلب الى التهاب مزمن هذا اسمها بلفك inflammatory disease مشهور بعدين تاخذ سنه رابعه في النساء واولادها نقروا عنها بلفك inflammatory disease هو chronic disease سبب acute infection في البارامتريوم ما هي البارامتريوم هي البلفك فاشي اللي حوالين السيرفكس واليوترس فهمتوا نوجه الالتهاب جميل اليوترس او الفاجينا فهمتوا توا جميل جدا بعدين الكلينيك نوت كاتب عنوان اولاد وبنات اسمه فاجينال اكزامينيشن بهي شو بيوضح لك توا يا اولاد شفتوا الابره اللي خاشه لو خششت مكانها اندكس يولي هذا فحص اسمه بير فاجينال اكزامينيشن بي في قولوا معي الواحد لو خشش بير فاجينال خشش اندكس شنو ممكن يمس نفس الريليشن يا اولاد حافظين الريليشن اوف ذا فاجينا ترى قولوا الفاجينا شنو قدامها بلادر شنو وراء قدامها برضو يوريترا فاجينا فوق شنو قد وراها باوش نركت منهم أمبولا وبرنيال بادي مش هيك ولا بح الفجاينة هي شفتوها مش جنبها في كل جهة برود ليجامنت هيك ولا مش هيك ولا بعدين انت وجنبها بلفك فاشيا والليفيتر شنو هيك ايناي مصر مش جنبين ولا هذا اللي نحكي عليه توا نفسه لاترال ريليشن بيقول لك شنو دكتور لو دخلت اندكس فينجر في الفجاينة اسمها بير فاجينال بريدك شنو ممكن تمس بقول مس قدامها لانتيرو ريليشن ومش وراي والمس لاترالية لاترالية نقروها إذن فاجينال اكزامينيشن هي إن البير فاجينال اكزامينيشن anterior leak bladder ويوريثرا ممكن تمسهم posterior leak دوغلوس باوش اللي في وسطها إليوم وسجمويد وركتر أمبولا وبرينيال بادر ما اختلفتش عن شنو يا أولاد عن الريليشن بها ومن جنبين في عندك يوتراس وبلفك فاشيا وليفيتر إيناي من جنبين وحاجة اسمها يوريجيت الدايفرام أخذناها في البرينيال بعد توها خليكم معي ديما هنا مرات يا جماعة الخير بعض الفيميل تقرر انها معاش تبقى صغار يا اما تاخذ حبوب هرمونات يا اما تاخذ هلبة حاجات من ضمنهم حتى اللولب تحط لولب داخل اليوترس بحيث ان كل ما تجي حتى كان خش سبيرم ودار فيرتيلايزيشن ازاي بس لما تمشي بتاخذ مكان اليوترس اصلا وصل فورم بادي ولا ويقعد شنو ديما ايش مش ثابت فمستحيل يحصل عين كان لكن مع ذلك مع هذا كله مع الحبوب مع كذا ممكن يصير حمل فباش يصير permanent birth control باش المرأة تتحكم مستحيل تجيب عين ثانية شو نديرولها مرات tubal ligation
نربط التيوب زي توا ونفتحوك نربط التيوب درتلي في جهة ربطة وفي جهة مفتوحة ليجيشن وأكسجين كنا نفتحها خلاص. شو يصير كل شهر يطلع الأوفر ونتكسد في الأمبولة ولا حتى خش السبيرم مش هيوصلها ولا خلاص السبيرم اللي خش يمتص ويموت الأوفر من اللي تطلع في كل شهر تمتص وتموت وبالتالي مستحيل يصير حمل ولا. لو كان هذا قرار نهائي ما ندروش القصة هذه إلا لما تقرر هي وزوجها إن خلاص مع شب صغار رسمي هذا اسمه ربط الفالوبيان تيوب أو يوتراين ليجيشن. بس ممكن لو ولدت في كلامها ممكن يصير يعني لو خشينا وربطنا من الجديد قالك يعني لو من 100 امرأة رجعوا في كلامهم 20 ممكن يصير فيهم حمل ممكن. المشكلة وين يولد الطوب ضيق ممكن يولد الحمل هنا في التيوب اسمها تيوب إيش بريجنس مرات فهمتها. فالأفضل إن لما نديروا قرار زي هذا يكون قرار نهائي. هذا عنوان بروحه ده. عنوان تاني يا أولاد أثناء الحمل طبعا البواسير حنأخذوها بعد شوية بتفاصيل بواسير اسمها هيمورويد. المنطق يا أولاد الهيمورويد عبارة عن فين ولا في فينس درينج مع الحمل ومع كبر العيل يصير ضغط عن فين ولا وش يصير في البواسير يزيد أكثر ولا. فهذه عنوان يقول بديما البواسير يزيدوا أكثر أثناء الحمل يعني المرأة عندها بواسير عادية لما يصير حمل البواسير بيزيدوا. ليش؟ لأن أول حاجة ضغط على الدم فيقعد يزيد. ثاني شيء أصلا في أثناء الحمل يزيد البروجسترون ولا البروجسترون مصل ريلاكسنج فيقعد إيش يرتخو ويزيد البواسير. أيضا من الحاجات اللي نأخذها في كلينيكال نوت إن هي مرات تقرر إن هي تحول الرحم مرة واحدة. أول دكتور يقرر مرات شو يصير يصير نزيف ولادة ونزيف دكتور يخش للنزيف عشان يوظف النزيف يضطر شو يحول الرحم. فهذه عملية تحويل الرحم اسمها هيستركتومي. تو اكتومي عفوا كانت اكتومي ولا اكتومي حول تحويل ولا تحويل الأوفري اسمه أوفركتومي أو أوفركتومي. تحويل اليوترس اسمها هيستركتومي. تحويل من الزوز هيستركتومي اند أوفركتومي مع بعض. هذه عملية ممكن تندار لأسباب طبية ان الطبيب لازم يحول اليوترس او لا سمح الله في كانسر ورم بيحول اليوترس او ان مرات شنو خشيلها خشيل عملية تانية كبيرة في السن فنحوله هنا نقول حول مركزها مرة واحدة تحول اليوترس والأوفر كل شيء. بشيني توا أوفر مثلا عمرها 50 سنة والأوفري معاش شغال معاش طلع في بويضات يعني وسط منوبوز سن اليأس خلاص. فجأة مش عارف كان عندها مشكلة خشينا فتحنا لها بطنها حولنا لها مشكلة معينة. فمرات لما تكون حاجة هيك إلكتف سيرجري يعني عملية مخطط إليها مرات تقولها أنت شو رأيك مرات إحنا توه إحنا خشين حولك حتى شنو يوترس محولين لك الأوفر مرة واحدة. مرات نقول عندها كيس كبير أو لحمية كبيرة على الرحم نقول إحنا توه بدنا نحول اللحمية أنت ما عاش عندك يوترس ما تدري به بنحوله بالمرة نحول الأوفر ونحول اليوترس بس حتى تقعد تفتك من تخميم إنه ممكن جاء كانسر في مين مهدد اللي كانسر في الأوفري أو كانسر في اليوترس أو كانسر في الفاجينا. لما تحول البضاعة كلها خلاص هي أصلاً وصلت في نبوز وصلت مرات نديرها عملية هيك وخلاص مش هذا موضوعي بكل. مهم تحويل اليوترس اسمها هيستركتومي تمام كيف؟ لا في ميل أكثر عرضة للالتهابات من الميل لأن الفاجينا واسعة لما يخش منها التهاب من الفاجينا يخش وين؟ اليوترس يخش الفالوبيان تيوب يخش البريتونيا مرات عادي. هذا هو كيف باهي. آخر موضوع في الصفحة اللي عندكم هي إن المرأة الحامل مرات لأن البيبي شوفوا معي لأن شو يصير مرات البيبي لما يكبر 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 في نهاية الحمل كل ما توقف على ظهرها يصير ضغط على ساكرال بلكسس. ساكرال بلكسس أحد نيرفاتها الضخمات سياتك نيرف هنأخذوه يغذي اللور ريم كله تقريبا قريب يغذي كله. شو يصير مع الحمل لما توقف على ظهرها يصير ضغط من العيل على ساكرال بلكسس ينضرب أخذ النيرف يصير عليه ضغط وتحس بتنميل في ظهرها وتحس بتنميل في رجليها. فأنت تخف هذا الكلام هذا لما تنقلب على جنبها فهمتوا. فحاجة تانية برضو هذا الركتم يا أولاد هو هذا الركتم وفرض مريضة عندها كانسر في الركتم كانسر لما يخش على النير انفيجن يعني يحتل النير برضو يصير عندها ألم. بس الفرقه كيف نفرق هالألم هذا من كانسر بتاع الركتم ولا من الحمل؟ إذا كانت تكت على جنبها وخف الألم إذا ماشي مع من هذا مع الحمل لأن الكانسر هو أصلاً زار إنفيجن احتلال فخلاص يولي ديما عندها بين غير محتمل صعب جداً الألم بتاعها ومستمر قلبت متقلبتش ما فيش فرق.
هذه قصة حادثة. فهمتوا الكريك نوت؟ هذا خلينا نقرأها. ترى كاتب أول كريك نوت هي فاجينا قريناها. tubal ligation هي ligation and division of ايش of uterine tube، وهي طريقة method للpermanent birth control، تحكم في الولادة نهائي. يعني ايش يعني؟ خلاص ما عادش بجيب صار. later on لو بعدين continuity restored، لو رجعت continuity من جديد fertilization ممكن تصير في كم في المية؟ 20%. بعدين عنوان pregnancy and hemorrhoids، شو قلنا؟ اثناء pregnancy الهيمورويدز خيرهم بيزيدوا ولا؟ والبركوز فين الدوالي بيزيدوا ليش؟ بريشر من الجرافيد يوترس ليترس في الحمل، وزيادة شنو؟ بروجسترون لأنه سموث ماسر ريلاكسر بلاد فيزل. ما معنى هيستريكتومي؟ سيرجيكال ريموفر اوف منو؟ يوترس. انفكشن سبريد قلت لك التهاب ممكن يخش السند من الفاجينا يخش اليوترس يوتراين تيوب. التهاب يوتراين تيوب شنو اسمه؟ سالبنجايتس. اذا سالبنجايتس هي التهاب مش ذكرت ميزو سالبنكس يوصل بنكس معناته طوبو يخش بالتيرن كافيتي يخش بالجير بنترايكس. بريشر على الساكر بلكسس، ذلك بريشر في الساكر بلكسس مرات يكون سببه فيتال هيد راس العيل اثناء اللاست ستيجز اوف بريجنسي اثناء الحمل في الاخير، يؤدي الى ديسكومفورت عدم راحه واكينج بين شويه الم يمتد للور لم عن طريق السياتيك نير، وهذا امبروفد يتحسن بتشينجينج بوزيشن في البيت لما تغير سريرها تغير مكانها تغير البوزيشن بتاعها. ايضا ريكتال كارسينوما الكانسر في الريكتال ممكن يؤدي الى انفيجن اوف ذا ساكر بيكسس، وهذا يؤدي الى سيفير انتراكتبل بين يعني بين غير محتمل اهل بالبين بتاعها بهين. هيك شباب هذه اول كلينيكال نوت اخذناهم بهين. بعدين اولاد وبنات عفوا شويه بنتكلم على حاجه ثانيه توي. الابندكس اخذناه في الابدومن. الابندكس عندنا خمسه بوزيشن، 74% يكون ريتروسيكل، 21% يكون بلفيك مش ولا باه. لما يكون في التهاب في الزايده في البلفس وهذا الزايد لاصق في البلدر يعطيك المريض كان عنده التهاب في اليورين ولا يقول عند الحرقان في البول وقصة زي هذه. إذا التهاب الزايد ممكن يشخص خطأ التهاب مسالك لأن البلفس لأن ال الأبندكس ولازقة في البلدر، ومرات تلصق في الركتم يقول عندك هنا نزلة معوية عندها إسهال وقصة زي هذه. إذا التهاب الزايد عرفنا عنه حاجات اليوم. أول حاجة التهاب الزايد يبدأ في الأمبولايكس بعدين ينتقل للرايت فصة، لكن لو كان الزايدة في الحوض تعطيك تشخيص خطأ إن هي شنو؟ التهاب مسالك أو التهاب غاسترونتايتس. ماشي. حاجة تانية في الأني كنال، هي أخذنا الأني كنال. الأني كنال جنبها حفرة من الجهتين اسمها اسكيو ريكتال فصة وفيها فات، فهذا كان التهاب. لو صار التهاب يدير مادة مرات، المادة هذه بص ولا؟ يقول لك شوفوا إذا كان البص في الاسكيو ريكتال فصة اسمها اسكيو ريكتال ابسس، اذا كان البص تحت الجلد اسمها سب كوتينوس ابسس، اذا كان البص تحت الميكوزا شو اسمها سب ميوكاس ابسس، اذا كان الالتهاب خش البلفس اسمه بلفيك ابسس. اذا كم نوع من الابسس هيك؟ اذا عنوانها هي الابسس. الابسس شنو هو؟ الخراج. شنو الابسس؟ تجمع البص. فهمتوني؟ صار الابسس ممكن تكون بلفيك وممكن تكون اسكريبتال او سب كوتينوس او صب ميكوس. بين الابسس هذه لازم تفتح، يا تفتح برا هيك وتطلع المادة بروحها في سكن، يا تفتح وين؟ في الاني كنال من داخل. لو فتحت برا بس اسمها ساينس، او فتحت داخل بس اسمها ساينس. شو معنى ساينس؟ فتحة في اتجاه واحد، لان لو فتحت فوق ودوطة تولي بعدين اسمها فيستولا اللي هي احنا نقولها بالعربي اللي بالريشة. فيستولا يعني فاتحة داخل وفاتحة برا، يولي عندها مادة برا ومادة داخل. ما فيها يبقى شو ما تعرف الفستولا؟ تعرف الفستولا هي abnormal ولا هذا normal؟ هذا abnormal tract ما بين two epithelium. شو اسمه هذا؟ فستولا. لو epithelium واحد شو اسمه؟ sinus. لو two epithelium فستولا. هذا للعلم تمام. بعدين في الكلينيك النوت أعطيكم حاجة اسمها الاندوسكوبي المناظير. لو خش من دار للركتام هذا اسمه بروكتوسكوبي، لو خش المنظار في السجمويد شو اسمه؟ سجمويدوسكوبي، لو خش منظار للقولون شو اسمه؟ كولونوسكوبي. ليش المناظير؟ نشخصوا بها
مرات بنخش بالمنظار نلاقي كتلة ورم تشخيص، أو نأخذ الورم هذا عينة بيبسي. لما نخش بالمنظار مرات نلاقي نزيف ونقدر بالمنظار نوظف حتى نزيف مرات. فهمت المناظير تقول إيش يستخدم فيهم؟ فحص وممكن حتى علاج. تمام؟ في منظار تاني ممكن يخش هنا يا أولاد، في منظار يخش بلدرك عادي. يبقى منظار اللي يخش ركتم شو سميتوه؟ بروكتوسكوبي. يخش السيجمويد سيجمويدوسكوبي. يخش الكولون كولونسكوبي. يخش بلدر سيستوسكوبي. سيست زي بكر سيستوسيد. شو اسمه؟ سيستوس. برافو عليك. بلدر شفتوها كيف تحمل يا اولاد؟ يا دوب 300 500. في بعض الامراض زي تضخم البروستيت ممكن توصل حتى 1000 1500 حتى 2000 عاد. هذا كلينيك نوت فهمتوهم يا اولاد؟ اذا كلينيك نوت على الابسس كم نوع؟ 4 بلفيك استيركتال سب ميوكس سب كذا. لو فتحت في جهه واحده ساينس، جهتين فيستولا. مناظير شفتوهم بلفيك ابندكس شفتوها. خلينا نقراهم تو قرايه هاي. بلفيك ابندكس كاتب انفلامد ابندكس ابندسايتس التهاب الزايده مي هاند ممكن يكون معلق في البلفس ويخش على الركتال او فاجينا يدير تندرنس وجع. وممكن بيرفوريت فيدير بلفيك بيريتونايتس التهاب في البلفس كله. لا بالديسايد اسمي الريتيت ممكن تهيج الاوبتويتر نيرف حتى ما قلتهاش. فيقعد شنو الالم؟ عند الم في الميديال سايد اوف ذا تاي. بريانا الابسس انا قلت يا تكون سب ميوكس يا تكون سب كوتينوس يا تكون ريستريكتر يا تكون لوطا بالفريكتر خمسه. شو معنى هور شوتر؟ اخذ معي شويه مش هيك يا اولاد ركتهم اين الكنال؟ ليش سكريبت الفصل موجود على اليمين وعلى اليسار ولا؟ وحتى من خلفك. لما يكون الابسس مثلا في اليمين وجيت في الخلف وجيت في اليسار ولا شكله زي حدوة حصان، ايش اسمها؟ هورس شو ابسس. هذه الاخيره مكتوبه رقم 4 أو 5. باهي اين الفستولا؟ شو كاتب عنها؟ هي عباره عن ابنورمال تو بتوين تو ابثيليا ولا؟ كاتب سكن اراوند انس بتوين منه بتوين السكن من هنا والانس من داخل اليومن. فهمتوها؟ يبقى بتوين زول شنو؟ زول ابثيليا. الساينس تفتح في جهه واحده اونلي اون تو وان سيرف تفتح في وان ابثيليا بس. لو رجعت الاندوسكوبي شو كاتب عنا؟ كاتب ان الاندوسكوبي كان بي بروكتوسكوبي للركتوم او سجموستوبي او يستخدم واحد للتشخيص دايجنوزز لكانسر بليدنج التهابات او تريتنج سم ديزيز يعالج زي النزيف او تيكينج بايبسي ناخذ بيه عينه. سيستوسكوبي هو منظار وين؟ البلادر. نفس الشيء هو اندوسكوبي للبلادر ويستخدم باش نشوفه به البلادر والديتيلز بتاع اليوريتر اورفيس. وعلى فكره لما تخش البلادر من داخل تلقى فتحه اليوريتر عرفتوها سليت لايك يعني رقيقه. لو ركزت شوي تلقى دروب كل دقيقه عرفتوا؟ مش اكيد تفرز في اليورين. وين تخزن فيه؟ في البلادر. لو خشيت بالمنظار داخل البلادر تلقى شنو؟ كل يوريتر ينقط في نقطه في الدقيقه. مش يجمع يجمع يجمع. اذا البلادر كباستي 500 بكثير لكن ممكن تكون لي كم 1000 ولا 1200 حتى 2000 عادي. تمام هيك؟ وقفوا شويه هاي. هذه البلادر هي في الميشن فيها بروستيت وطولها 20 سم تقريبا ولا ورقيقه. فاكثر مشاكل اوبستراكشن في مين ولا مين؟ مين. هذه البلادر يا اولاد الميديان لوب شفتوه؟ الميديان لوب مرات تطلع فيه بيناين بروستيت هايبربليزيا تضخم عادي بتاع الشيبين هوا. البوستيريور وول البوستيريور لوب تطلع فيه كانسر مره وثلا. ذكرت الفاشيه هذه اخذناها قبل شو اسمها؟ ريكتوفازايكال سيبتم ولا او دانوم فيليغ ذكرتوها؟ سبحان الله. قال لك الكانسر يا اولاد بدل ما يخش طول للركتام الكانسر تعطى فيه الفاشيه اللي هازين عليه. طيب رب العباد كان يقدر يدير لنا باوش من الاول هيك خلاص. ليش حطها لوطه بعدين طبقها وخلاها سبتم؟ يبقى سبتم وظيفته انه ياخر الكانسر بدل ما يقعد كانسر ماشي طول الركتم وينتشر. فالفاشل يتاخر شويه فتلقى الجراح يقدر يلحق عليه. الكانسر يحب املوب سيرولوب والبيناين هذه ميديان لوب. ايا كان السبب احتمال تتسكر ولا لو تسكر المجرى تقعد تنتفخ 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 للبلدر بدل ما هي في البلفس وين تخش؟ على الابدومن وتلوح في البريتونيوم قدامها ولا؟ ولا؟ شوف المنظر كيف يولي يا جماعه الخير. سبحان الله شوفوا. بلادر كبيره لحد الامبلكس عادي. شو ما فيها؟ البريتونيوم فوقها وهذه فرصتنا. احنا بنخش بكتتر بقصر من لوطه ولا؟ مسكين شو جاي البيشن؟ جاي معاش يقدر يطلع يورين بكره.
يوم يوم شيك ما طلعش ولا تبروتيرون ولا احتباس اليورين داخل. هذا اسمه احتباس اليورين، اسمه يورين ريتنشن. شو الحل؟ لازم اول شيء بعد ما تعالجه تقعد تحول له في البروستيت، دبر لك كيف يطلع اليورين تو 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 وقتي. فاش ايش لقصته كتبت رايا من لوط احتمال تحصل ولا ما تعفرش هلبا. لو لو من لوط ما قدرتش خش من فوق عاد، خش شفت السيرفس ديبيو بس فوقها بشوي، غير دير في جهاز تاكد ان البذر منفوخه بس، وخش فيه النيدل طولك، خش طول اسمع صبره بيبت خش خش طول نطلع بها شنو يورين. صار ممكن خش من لوطة في الفينس او نخش شنو صبره شنو صبره بيبت. اذا احتباس البول اسمه يورين ريتينشن. لكن في ناس ما يعانوش من احتباس البول، في ناس ما عندهمش قدره انه يشد البول اصلا، وبالتالي هذا اسمه يورين انكونتيننس، عدم التحكم. يورين شنو انكونتيننس. تقولوا لي من مهدد اكثر بالريتينشن بالاحتباس، ميل ولا فيميل؟ ميل. من مهدد اكثر باليورين انكونتيننس عدم التحكم؟ فيميل. لان شنو قلنا اولا اليوريترا خيرها شورت ووايد مقارنه بالميل. ثاني حاجه ما عندهاش بروستيت الطريق. ثالثا المصل من الولاده وغيرها تضعف. اذا من مهدد بالانكونتيننس اكثر فيميل، بالريتينشن باهي تمام التمام. بعدين شباب وشابات عاد خليكم معي شوية، خليكم معي شوية. كان يا ما كان في قديم الزمان في سالف العصر والأوان، كان يا ما كان يا أولاد في قديم الزمان إن في عندنا فحص غبي قديم جدا. شنو يقول لك لفحص الميل؟ هذا ميل بهيك على سريحك، هذا ميل يوريترا، هذا السيرفس البيوبس، هذا ابدومينال وول، وهذا البيبسك، وهذا ركتم اني كانال، وهذه فيميل يوريترا فاجاين ويوترس، وهذا ركتم. شنو يقول قبل يا اولاد؟ قبل راه وقبل بكل قال لك الكانسر اللي في الركتم هو نبي نشوف هل هو كانسر منتشر وخاش على الفجاينة والجو هذا ولا لا. وش كان يديروا؟ كانوا قبل بكل خلاص ماش مستحقينها، احنا يدخلوا اندكس فينجر في الاني كانال، هذا فينجر، ويدخلوا اندكس في الفجاينة زوص واضحك، ويمسوا الكانسر من داخل يلقوا كتلة يابسة. عرفت؟ كان يلقوا كتلة يابسة وتابتة بعدها واصل لحد الفجاينة. فهمتوها كيف؟ فسموه باي مانوال اكزامينيشن. زوص يدير الميل ما نقدرش نخش في اليوريترا بتاع الفينس ولا؟ فش نديره؟ نحطه يد على الابدومن واندكس هنا، ونقربه المسافات ونشوفه. ما عش محتاجينها ان نشوفه منتشر ومش منتشر. توا في سيت سكان كمبيوتر ام ار اي رنين، في مناظير، في كل شيء، الترا ساوند يوري لك هالكانسر منتشر ومش منتشر. نقروها من كلينيك نوت يا اولاد. اول كلينيك نوت فوق كاتب على اليورينال ريتنشن. شن كاتب؟ احتباس البول، تعريفها inability to pass urine. لو تعريف retention incontinence لوطة عدم التحكم، هو inability to control urine. يبقى واحدة عدم التحكم في ان نمشي urine معش قادر، واحد معش قادر نتحكم. retention of urine is more common in male. ليش؟ اول حاجة benign enlargement of mini prostate فوق 50 سنة تجري ترخبة الهرمونات، او التهاب في اليوريترا والبروستيت، او stone حصوة شادة الطريق، او كانسر في البدر. المهم اكثر سبب هو البناين بروستيت انلارجمنت اللي هو تضخم البروستيت. الانكونتيننس قال لك في حاله اسمها ستريس انكونتيننس، قلناها ذكرته بيبر كارزو. انا تشد في الضحكه وفي العطسه والجوده ولا لو ما شدتش بيصير يطلع معش تحكم. نفس الشيء اليورين تلقى في فيميل اولد فيميل جايبه هلبا صغار مع كل كحه قويه وعطسه قويه ضحكه قويه مش عارف شنو، هو تفقد بشويه نقطرات من اليورين. هذا اسمها انكونتيننس. نقراها stress incontinence هو condition من البارشل incontinence عدم التحكم الجزئي تصير لما البيشن كفس سترين كفة كح سترين تعصر او لف تضحك اكسسبلي هلبا. سببها weak sphincter وغالبا ايش سببها difficult labor loss of tone of the better nine العضلة ضعيفة. معي شباب ولا انا سريع معهم؟ كيف نعالج urine retention؟ كيف نعالج احتباس البول؟ يورين ريتينشن علاجها بالكاتيترايزيشن، القسطرة مخشوها في اليوريترا. لو فشلنا مخشوها وين؟ سوبرا بيوبك اسبيريشن. علاش؟
تمشي passing the needle into the bladder عن طريق the abdominal wall فوق سقف شنو يفرز وبدون without ما تخش في البرتونيوم ولا لأن البلادر قالك when fills when تعبى bulges into the abdomen ولا separating the peritoneum من the abdominal wall شفتوا تفصل في البرتونيوم من the abdominal wall فتخش أيها بدون ما تخش أي في البرتونيوم bladder is abdominal and pelvic organ في الصغار ولا كذلك أنت في الكبار لما تتعبى بس معي هو الكبار هي بالفك لما تعبى شو تولي حتى abdominal البايمانو ما عشان ده خلاص إن هو تخش إنك تدخل gloved index يعني index عليه gloves يعني كنا والثاني تخش في الفجانة كنا في ميل أو تحط الهاند في اللور abdomen ولا أيوة use it to diagnose rectal carcinoma وحاجات تانية rectal examination إنك تدخل الصبع في الركتوم وتشبح شن فيه وما فيش مثلا تخش باش تشوف كان في enlarged prostate الميل يا أولاد لو خششنا يدنا في الركتوم والبروستيت كانت اللارجت ممكن نصها ولا اوكي هذا شباب شو اسمها الكلينيكال نوت اوف ذا بيلفس ده هي في نهايه المحاضره كنا قلت لكم حتى الجويد كلهم وبلاد سبلاي كلنا قرا معك انا شرحت نمشي الكلينيكال نوت في اخر ورقه في البرونيوم هاي لو بناخذوا كلينيكال نوت في البرونيوم ما تبقى من الكلينيكال نوت في البرينيوم ماشي شوفوا معي اولا بنتكلم عن ريليشن من جديد في فحص اسمه بي ار اكزامينيشن زي ما كان في بي في اكزامينيشن لو دخلنا البسنا جلوفز ودخلنا الاندكس في الفاجينا مش اسمه بي في تشوف شنو قدامها وشنو وراها وشنو لاترال ولا لو دخلنا اندكس في الاني كانال حيوصل ركتم اسمه بي ار اكزامينيشن بي ريكتال اكزامينيشن شوفوا هنا اعطيك تفاصيل باهي عن شنو وراه شنو قدامه وقصه زي هذه معروف ان لما تدخل اندكس في الركتم اكيد وراك ساكرام وكوكسكس ولا وبادي شو اسمه ايه نوكسجيال بادي سواء كان ميل او فيميل ولا بينما يخش الاندكس في الكنال على كل جهه فصه شو اسمها اسكيوتر فصه جنب اسكير سباين يعني هذا كله لما يقول لك ان الاندكس لما يخش الاني كانال سواء كان ميل ولا فيميل وراه ساكرم وكوكسيكس وانوكوكسجيال بادي على كل جهه اسكيوتر فصه واسكير سباين اما شو قدام شو يختلف ميل عن فيميل فيميل سهل جدا الفيميل لو عارف لو خش الاندكس هو هنا اعطيك في سنين التفاصيل شو المقابل الديستال فالنكس شو المقابل الميدل فالنكس وشو المقابل البروكسيمال فالنكس كل واحد بروحه فيميل محلوله مشكلته الفيميل قدام الديستال في دوغلاس باوش سيرفكس قدام الميدل في يوروجينيتال ديافرام وفاجينا وقدام البروكسيمال فالنكس في برينيال بادي وفاجينا واضح ولا مره فاجينا مع برينيال بادي مره فاجينا مع يوجد الديافرام مره سيرفكس مع دوغلاس شنو باوش هذا شنو قدام لو دخلنا الاندكس فينجر هنا كل واحد قدام الديستال فالنكس ميدل فالنكس بروكسيمال فالنكس انما الميل ملخبط شويه حاولت وقفت شويه لتكم رسمه قرينه حتفهمكم كل شيء الديستال فالنكس قدامها بلادر وسيمينال فيزيكال وفاز ديفرنس والامبولا بتاعه والباوش هي ركتة فجال الباوش اذا قدام الباوش وسيمينال فيزيكال والسيمينال والفاز والبلادر اما الميدل قدامها حاجتين بروستيت والسبتم اللي وراها عرفتوه ركتة فازايكل اما البروكسيمال قدامها حاجتين يورجيتا ديافرام والبرينيال بادي ومعهم حتى الروت اوف ذا بينس اللي هو البالب اوف ذا بينس وصلت هذه الكونتنت صراحه هو موضوع في سنل يعني ها هو في سنل مكتوب الحرف الواحد لا هي وحتى في شو اسمه جابوه في مره واحده في امتحان في 2008 يمت كون شورت اسي كانت احد الاسئله mention the structures that can be felt ممكن تحسها by BR examination in male anteriorly طيب وهي كانت هي طلبة طبعا داروا عليه دش كبيرة هم ما فهموش حتى السؤال هو كلينيكال نوت فطلبة هل لما يقولوش كلينيكال نوت ما هم صح ما يجوش في امتحانات
هاي شفت مره في 2008 ذاك شفته في 2014 انه يقولك شنو مرات شيء ها هي غلط السؤال اصلا if you put your finger هنا inside rectal you can't palpate هذا كله مثلا مش palpate اللي كان فيها باثولوجي البروستات لما تتضخم تنسها فهمتوا كيف ولا وعلى فكره البروستات يا اما فيها حاجه تضخم عادي اسمها بناير بروستوبليزيا تلقاها لما تمسها تلقاها فيرم وتتحرك الميكوزا عادي فيرم لكن لو كان كانسر يا اولاد تلقاها هارد يابس والميكوزا بتاع الركب تلقاها فيكسد يابس فيها فهذه نحس في كلينيكال اوكي وات يو كان بالبيت اي كان بالبيت البروستات اتس لارج القصه زي هذه نفسه حتى في الدكتور رينج او الرينج اللي قلناها لكن هو محطوط لك في سنل فانا خلينا نحط لك سنل يقول لك if you put your index finger glove index you can palpate from the distal phalanx شو نقوله الباوش والبلادر والسيمينال والفاز في الميدل السيبتم والبروستيت في البروكسيمال البرينيال بادي والجوينت الدايفرام والروت اوف ذا بينس مش ولا عمل في ميل سهله جدا في الميل شوفوا في ميل تلقوا مره شوي بس الفيميل فوق تلقوا سيرفكس مع باوش ثم فجاينا مع ديفرام ثم فجاينا عمنه مع برني البلد حاجة تانية هالبوزيشن هو اسمه ليثوتومي بوزيشن ليثوتومي كلمة ليثو معناتها ستون اوتومي تنحاية ستون لأن الوضعية هذه دروها في تنحاية ستون لما حولوا بها ستون من اليوريترا هنا لو كان في اليوريترا ستون تقدر تنحيها والمين راجل بالطريقة هذيك حطوا فيها انتبتوا عليه حاجه ولا انتبتوا عليه حاجه وكل مره متخدر الوضعيه اللي قاعد استخدم فيها في هلبة حاجات في البواسير عمليات البواسير في عمليات الانفشر في هلبة حاجات الوضعيه اسمها ريتوتومي بوزيشن يكون الهب فليكسد والني فليكسد والثاي ابدكتد ولا ادكتد ابدكتد ابدكتد ثاي فليكسد ني اند هب اسمها ريتوتومي بوزيشن مش هذا موضوعي في بعض الناس شنو يعانوا في الانس هي في فتحه الانس كانال انس في البوستيريور ميد لاين يعني في النص بالضبط لو كان ساعة أما ساعة هذه ساعة 6 ايوه يقول في الساعة 6 بالضبط اللي هي ميد لاين بوستيريور ممكن يصير شرخ تنشرك السكن ينفتح لأن مثلا كان عنده مساك مزمن لما طلع ستول يابس يعني شرك الاني كانال أضعف مكان في الاني كانال بوستيريور ميد لاين بالضبط لو صارت تشريكة في 100 مريض 90 مريض حيكون في البوستيريور ميد لاين يبقى أكثر مكان هذا يسمى فيه فيشر اللي هو كان عندي جرح يعني كلام هذا هو يعبر فيه الناس اسمه فيشر اما مكانك في شيء بستير ميد لاين بستير ميد لاين لكن في بواسير ولا البواسير غالبا يهني بس يهني بس يهني بس يا كلهم مرات عادي اكثر حاجه بواسير ثلاثه هذا فم ساعه ثلاثه وهذا مساعة سبعه وهذا مساعة ده لو بكر الفيشر كان في بستير ميد لاين ولا سته اما هذا ثلاثه سبعه وحداش اكثر من مستحيل ليش مستحيل انا نقول لك تذكرت السبيرت الارتري لما قسم روحه هيك خلف الركبه مقسم روحه بين رايت برانش ليفت برانش ليفت برانش نزل طول ام رايت برانش قسم روحه بين انتيرير برانش وانتيرير برانش فهمتوها فكم نازل واحد وزيهم فين فالفين لما يتضخم الفين يولد دوالي فلما يتضخم الفين كم فين ترى اقول الساعه 3 اي منهم ترى هو اقول خمس هذا اسمه ليفت ولا رايت ليفت وهذا اسمه انتيرير وهذا اسمه posterior معناته الساعة 3 هو الليفت الساعة 7 posterior الساعة 11 إذا لأن الفينات 3 بس فمهما كبروا الفينات حيكبروا 3 بس وصلتوا هذه الشباب كلية كنت بتاع الفنية مسهلات وتافحات ووضحات وثلاثة لا نقروهم يلا كاتب على البي ار examination قال لك الريكتال examination by glove index لو خش posteriorly ساكن كوكسكس انو كوكسجين لاترالي اسكوت الفصه وسكير سبايد اما انتيريورلي يختلف التيرمينال فارنكس قدام الباوش والبلادر والسيمينال والفاز كان شنو ميل قدام الباوش والفجائر السفلي كان شنو ميل الميدل فينجر قدام البروستيت وفاشي كان منه ميل قدام فجائر الدايفرام كان ميل الدستر البروكسيمال قدام بادي ودايفرام وبالب كان شنو ميل فيرنير بادي وفجائر كان شنو ميل لان الفشل كاتب عنا فيري بين فور يوجا حلبه يقول المريض شنو معاه اسمع المريضة الفشر هو اللي فيه جرح كل ما يطلع ستول الجرح بيفتح مرات ولا بيطلع دم وبعد ما يكمل الديفيكيشن يقعد عنده ألم تاع نص ساعة ساعة قريب بعد الايش الديفيكيشن حرقان
أما البواسير ما فيهاش ألم في الغالب إلا لو التهبت ولا شيء، لكن هي ما فيهاش ألم. لو قال المريض أنا مع الديفيكيشن يطلع معي دم بدون ألم، ماشي مع منه مع الهيمورويد. لو طلع له دم بألم شو ماشي مع منه فيشر. لكن لو كان شيبان كبير بالذات الدم ما تستريحهاش، ما تكون الدم سبب كانسر كولون، ولا تكون سبب كانسر كولون. خلينا نكمل ترى إن فيشر فيني بينفل لنبتدر ألسو في الإن فالف كوزد باي كرونيك كونستيبيشن انتاك مزمن كومنلي في الميدلاين بوستيريور. باهي بري ال ابس خدناها بكري ولا هي في البري ال ابس؟ وكم نوع بكري؟ أربعة انواع، سب ميوكس سب كوتينوس سكريتر بلفك هيمورويد اور بايلس. ترى قالك الهيمورويد هذه هي فاريكوست دوالي في التربيتر بتاع السبيريور والفيريور اكتر فين، تقسم انترنال شن ثاني كثير ترى عفوا شويه البوسير تطلع من ابر هاف انترنال اسمها انترنال هيمورويد ولا من لور هاف شو اسمها ستيرنم كثير شو المفروض يغطيها سكن الانترشن غطيها ميوكوزا. تذكرتوا ميوكوزا مش بينفل، هذا ايش كنت بوصير مش بينفل، هذه بوصير ايه ما عندوش هذه بوصير حتى هي. لكن توجع هي شوي لانه فيها مرات شنو سكن مغطيها. انما البوصير اللي يتكلم عليها الناس بوصير داخليه هي، ولما تكبر 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 تطلع برا هيك، فهمتوها كيف هو؟ فمغطي بميوكوزا راه. هي يلا انترن هيمرويد هي تربيوتري من السبيري ركتل انزل لوطه في الانترنال وين؟ في الركتل فوق كفرد باي ميوكا صار من أبر هاف لوتا كورد بسكين من أم هاف لور هاف فوق سنتر ستريتش بس لوتا لكل شيء ولا فوق السيرة مقام 3-7-11 كلوك ولا اللي تتمي بوزيشن. ما هو اللي تتمي بوزيشن؟ هو صباين بوزيشن على ظهره والهبس خيرهم فليكسد و أبدكتو تصف على أي تقصير وعلى أي تأخير وعلى أي لازم شوي بس شوي بس شوي بس شوي بس باهي تم البلفس على خير. انما 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 خلينا نشوف خلينا نخاطب بعض الناس النيجاتيف باهي باه شويه بس شويه اسمعوني خلينا نخاطب بعض الناس النيجاتيف شو ما جاي البلفس نشوف في 10 او 11 محاضره بحلوه وبمره باهي كانت المحاضرات يعني بطيئه وفيها تفهم ان شاء الله ان شاء الله وعودنا في طلبة ما شاء الله مركزين لدرس اللي يطلع من المحاضرة حافظ اسمه فيها. إنما البعض يعني لأن جرينا شوية مرات في محاضرة النيرفات لمبر بلكسس ساكرا بلكسس اللي عطتها بسرعة لأن أصلا ناخدها في اللور فحكمه أن الكورس سريع الله أعلم. في بعض جروب واحد من جروباتكم ثلاثة ولا أربعة شوية بس الفاز ديفرنس ما عطتش عليه شي مر الباص ديفرنس يختم على كسير إليك آتري فين ثم أمبرايكل ثم أبتريتر ثم فين فازايكل. فالبعض شن قال لك؟ قال لك الريليشن يجري فيهم بسرعة ما فهمناهمش ريليشن أصلا والريليشن تاع الفين تاع الباص ديفرنس ما عطناش أصلا. أنا أعطيتكم كلكم الباص ما عطيتش ما سيبتش حتى أني حاجة ريليشن لأني يا بشوات في تاني محاضرة تالت محاضرة أعطيتكم رسمة تاعت الواحد كل واحد شن قدامه شن وراه. وصلنا لمرحلة أصلاً في قدام قعدنا كل واحد يألف بروحه يطلع صح فصح في نهاية المحاضرات لما قعدت قريب انت في قعدت أنا ما عادش نقول في ريليشن قعدت أنتم تقول قدامها كذا وراها كذا وتطلع كلامك مضبوط. لما الطلبة وصلوا لدرجة هم يقولوا في ريليشن قبل إني ما عادت أنا فوق فهمتها لأن في البعض ما فهمهاش الله أعلم ليش. كلينيكال نوت أعطيتها اليوم كلينيكال نوت مش بتاعت امتحان أنا في امتحان التجريبي إن شاء الله يوم السبت ولا حد أمتى في الامتحان التجريبي انا كل واحد بجروب ان شاء الله حنديركم عادي كلينيكال نوت عادي انا نوعي هيك انتم طلبه كلينيكال يهم بالنسبه لكم يهم هلبا كاطباء بعدين لكن في امتحانات مش مركزين عليها هلبا هم حرين انا اعطيتها بكامل كامل كامل صاير خلط لعل وعسى البعض يعني بدل ما يقول اعطانا بلفس كويس ولا برنين كويس يقول لك اصلا ما اعطاناش الجوينت هو وأنا كنت أعطيها في المحاضرة الأولى مش حاضرها أو الثانية ممكن هو مش حاضرها مثلاً والآرتريز ما أعطاهمناش أصلاً وأنا كنت أعطيها مرتين تشبه تسجيلي بعدين أعطيكم تسجيلات اللي سجلتها كلهم في التسجيلات المحاضرة التاسعة كاتب مش عارف بلادر أند بلاد سبلاي المحاضرة الثانية مش عارف كاتب كذا أند بلاد سبلاي عودتها مرتين فأعتقد إنه هو كامل. إنما مش ريح ضميري مش نتك من دعاوي البعض حنقرا معاكم الارتريز بس حنقرا ونوضح لكم اني شارح فيهم كل كلمه مش كل شيء كل كلمه في الارتريز شرحها فلعل وعسى البعض بكلم شرحها وشوفوا معي بس. لكن يا اولاد هو لك لا اسمعوا هو ما فيش واحد بيسلم من الدوه ومن اللوكلوك عادي
وبدأت لو بعد المجهود لازم لك الكورة. لكن الجميل إن لما يكون إنه يكون في يعني الكلام الجميل صراحة يغر، يعني ما نحبهاش إنك أنت كويس ولا تعطي كويس ولا كذا، ما نحبهاش لأنه ما يخليكش متحمس للي بعدها. إنما العكس عادي، ما تقولوش ما بيش لأريد منكم جزاء ولا شكر، هذا واجبي أصلا، المفروض هذا واجبي. لكن العكس يوجع لما واحد صيد لك في سطر ما قالاش تنقل معك حتى في الشيت، هذا شوية تيرتس مي يعني، توجع شوية. قول معاي الارترز من هذا يا أولاد؟ ميديان ساكر. شرعتي الكم؟ الخمسة. شو نهايته؟ جلومس. شنو؟ أكسجية. ترى يا شطار، ترى لو فتحتوا صفحة 25 ولقيتوا عنوان اسمه ارترز ما تنخلعوش، هاي تعال شوفوا معاي الأول، ترى ميديان ساكل ارتري. وحاسبني على كل كلمة، لو قلنا حاجة مش أنا مش مقيلها هنقولكم مش مقيلها. قالك طالع من الباك بتاع البايفوركيشن، قلناه ينزل ديسنت قدام الساكل من كوكسكس، حنكون سريع في الجاية غير اثبات اني اعطيه، بس قدام الساكل من كوكسكس قايلها، ينتهي في جلومس كوكسوجية قايلها، يعطي الفيفث لمبر قايلة فوتة معاك سبير ريكتر. هو شوفوا هو سبير ريكتر، هو ابتداء الفيري فزايكل ولا خلاص، هو كونتينيويشن فيري مزندر قصدي، يدير كروس، هو يدير كروس على الكومن ايليك باهي، وينقسم رايت برانش وليفت برانش، بالأمارة رايت قسم روح انتيري وا باهي، وبيرسز ذا مصل سبلاي ميكس ممبرين بتاع ركب من الكلام هذا قايلة. خش على الوفيريان، ترى هو شفتوا الوفيريان شو معلوماتكم عن الوفيريان؟ يخش سبنسري بعدين برود بعدين ميزو اوفيريان بعدين يخش اوفري ولا خلاص، كاتب هو برانش مبدو من اورطة كروس ذا اكسر اليك. شفتوها هو، شوف يا اولاد السبير ريكتال كروس الكومن ولا والوفيريان كروس منه السيفن، يخش سبنسر ليجامنت يخش برود ليجامنت يخش الاوفري عن طريق ميزو اوفيريان. في الميل ما فيش اوفيريان، في تستكلر، لكن تستكلر ما يخشش البلفت يخش الجواينا كانال، قلنا ولا كله قلنا الحمد لله. في نقطة يا جماعة في حد يتكلم. بعدين كاتب انتر اليك ارتري، هو انتر اليك هو قال لك هو واحد من تو تيرمينال برانش بتاع الكومن اليك البلفك انلت قدام ساكرو اليك، شفتوها قدام ساكرو اليك. على فكرة ساكرو اليك قدامها الانتر كاروتيد والتسانا كاروتيد بايفوركيشن يعني، وقدامها شو اسمها الاوبتيتور نيرف واللمبو ساكر. تفكروا في النيرفات لمبو ساكر الاوبتيتور يمروا قدامها ولا تذكرتوا سبلات كتشين قدام الآلة مش قدام ساكر؟ ده كملوا معي ترى يغدي الانتيريور ما شاء الله، يغدي البلفت كل الوول والفيزر والبرونيوم والبوتر كل شيء، ينقسم انتيريور بالسيريال ديفيجن في الابر مارجن بتاع جريتر سايد فورم باهي. البراش بتاع احنا اخذناهم اسامي وحتى شرح، حتى شرح ما فهمتاش يطز، اهم شيء الاسامي. البراش شنو كاتب بالسيريال ديفيجن؟ هو البسيط كاتب اليو لمبر، شفتوه اول اليو لمبر يمشيك يا هذا عفنا عفن اليو لمبر يمشيك يمشي 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 تسمو لي لمبرك. قال لك هو يمشي خلف الاكسترا اللي هو يمشي خلف الاكسترا اليك وخلف الصوص والياكس لاترا لهوا لاترا لهوا اثنين يولوا أربعة يخشوا اما فرامينا خلاص نقروهم، ينزل قدام الساكر البيكسس يعطي تو ارتري يعطي برانشز فور ارتريز يخشوا ساكر الكنال في الانتيريور فرامينا. السوبر جلوتيال عفوا شوية ترى ذكرت السوبر جلوتيال يخش اما فورامين جريتر فوق منه باير فورامين ويخش جلوتيال ريجن مش ولا نقرو يغادر البلفس على طريق جريتر سايد فورامين فوق الباير فورامين للجلوتيال ريجن باهت. حاجة واحدة بس ذكروني، مش هذا انفيريور جلوتيال وهذا انترنال بيودندن، هذا انتر بيوتيتر وهذا منه ميدل ريكتر، هذا فيريور، هذا منه سبيريور كبرانش من ابراك يسكر يا ولي ميديا اللي ما قداش حقه اللي ما قلتاش ان الان والان هما تيرمينال برانشز، لا هما تيرمينال برانشز الان والان يعتبر تيرمينال ان وان. اقراهم انفيريور جلوتيال يغادر بيرفس من الجريتر تحت الباليفورمس هو واحد من تو تيرمينال برانشز، انترنال يخش البيرفس عن طريق جريتر ولا تحت الباليفورمس يخش البرنيوم من منو من لسر بتويتر من البرانشز وان اوف ذا تو لوك تريتر. ترى شويه معلش هذا ما قلتهاش لان في البلفس وتقريبا قلت للجروب حنقولها في اللورة هو
الاوبتريتر ارتري يغادر الحوض من الاوبتريتر فورامين شفتها، والانفيريور الواطي هو انفيريور منه هذا بيقسرك ولا برانش من الاكسترنال ولا انفيريور بيقسرك يعطي بيوبك برانش، وهذا يعطي بيوبك برانش يتلاقوا خلف البادي في البيوبس ولا اسمه اكسسوري اوبتريتر. اكسسوري شنو؟ ما قلت شيء عادي الاول حنقول نقروها. الاوبتريتر لوت لوت جيمس بيوبك برانش انستموس مع بيوبك برانش بتاع فيري بيقسرك خلف البادي منه بيوبس يقعد واحد بس اوبتريتر ارت اسمه. قولوا معي هاي خلاص كملنا يا اولاد. هاي امبلايكال ارتري هو امبلايكال ارتري هو امتداد ولا هو امبلايكال هو امتداد ولا يعطي سبير فزاك يولي ليجامنت هذا مكتوب قدامكم ياسر. الميدل ريكتال هو يقدم ميكوزا اكتر ولا مصل المصل ميكوزا من لاهي بها سبير الوار خلاص قلتها. الفيرو فزاك شفتوه عدوا لي هاي في الميل يغدي بلادر ويغدي بروستيت ويغدي سيمينال فيزيكال ويعطي ارتري تو فاز. في الفيميل شنو اسمها؟ اقرو هاي في الفزايكل موجود في الميل يعطي ارتي دو فاز يغدي بلادر بروستيت سيمينال قلناها فاجاينال بدل منه فزايكل يغدي منه فاجاينال بلادر يوتراين يمشي كروس اليوريتر قلناها ذكرت اللاترال فوركس كروس اليوريتر ويمشي باليوترس ويتحد مع الاوفيريان وكله قلناها. كل الارتريات اللي قلناها موجات في التروبلفس ولا مع الفوس فيه الكومن وشو ثاني فيه اكسترنال. لا دا اعتقد انه هيك مع حد شيء شويه بس هيك كملنا باهي بس هيك كملنا خلاص. شكرا لاستماعكم وممتاز على التاخير وعلى اي شيء تقصير باهي. لا بس ملحوظه في شيء ثاني بس معلش تذكرت انا معطيتكم وهي مش مهمه ومش حاجيكم البلاد البروستاتيك ريتال فكرتوها مش فيها فوق زي اليوفيولا زي اللي ها ولا يوفيلك وانا في يوتري كريس شو نهايته يوفيلا ذكرتوها هذه ايه ذكرتوها برود رسموني بس هي مرسومه عندكم باهي. بنوضح لكم حاجه واحده بس هي اللي اسمها يوفيلا هي يوفيلا اوف ذا براذر ولا فكرتوها هذه في كتاب ثاني شو كتبها يوفيولي فازايكي فازايكي يعني شنو نظر هو نفس الاسم هذا للعلم بس يوبري فازاكي نفسه يوبري منه نظر. نلتقي ان شاء الله في اللور وفي الامتحان الجاي ان شاء الله. هاي شكرا لاستماعكم.